هتوحشنا بروت. وانت كمان يا صاحبي. والله هتوحشنا صاحبي، مش عارف يعني مش عارف عايش من غيرك ازاي والله العظيم. وانا كمان مش عارف حام. من غير عياط، من غير عياط، من غير عياط، مش ناقصه هبل هي، خلاص انتهينا. ادعي ربنا ان السنين دي تعدي بسرعه. سنين؟ اه سنين طبعا. هتغيب سنين. وانا حابني اسمي في عالم الكفاح والنضال بين يوم وليله يا بروت، مش تركز معايا كده؟ ربنا يوفقك. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا صاحبي ان كل قرش هشتغل بيه هشيل نصه ليا ونصه للبعيد اللي واقف قدامي. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا بعيد ان كل لقمه هاكلها نصها ليا ونصها ليا. انت راجل كذاب على فكره. ليه؟ اول ما ارجع النص بتاعي يعفن وانت حالتك ثلاجه تفحه وخلاص. ما تخافش يا قلقاسه. ما تعمليش يا ابن بلد وتقول لي هشيل نصه. والله ما تخاف يا راجل، اقعد بقى بلاش. هشيل الاكل في ثلاجه الجيران. سافر في داهيه يا صاحبي. يا خسرت الايام الحلوه. يرضي مين ده يا ربي؟ ابقى فنان من ايام شربات. وحشتيني يا شربات. ايه ده انت بتلفي؟ طول عمرك كنت اتجاه واحد. ايه الحلاوه دي؟ مرساه. وكمان لغات. ايوه. ايه اللي جرالي؟ الست زوزه عملت فيها كده. والله جدعه. بقول لك يا شربات، ايه فاضيه تلات اربع اسابيع كده اعزمك على ليمونادة؟ لا يعني طالعه فوق عشان امارس المهام الوظيفه بتاعتي. فوق فين بس؟ خليكي معايا شويه. ده انت وحشاني قوي. لا يعني طالعه عند عزب بقى. لا لا يا شربات، الا الراجل ده انا منعك. تمنعني لهوان يا اجزلان. انت ايه؟ اني اجزلان. يعني ايه؟ بصفتك ايه حبيبي؟ ما انت عارف يا شربات بحبك قد ايه. جوزي العمار بيد الله. شربات جوايا حاجات كتير قوي نفسي اطلعها. ايوه واني جوايا طموح، طموح كبير قوي لازم يطلع. والست زازه قالت لي ان عزب بهده هخلينا نحارف وامشي في طريق الفن. صدقتيها؟ لا مش هيمشيكي في طريق الفن، ده هيمشيكي في الطريق الدائري. ما حدش ياخد مني حاجه غصب عني. ما انا قلت زيك كده. قلت ايه؟ قلت محدش هياخد مني حاجة غصب عني. خد كل حاجة يا شربات وبقيت فنان من اياهم. خدك طريق الفن يا ولا؟ يا ريت. خدني على المحور. غصب عنك يا ولا؟ بكيفي يا اختي. يبقى انت اللي منحرف. اني طالعة. شربات ما تطلعيش يا شربات، ما تطلعيش. طالعة 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 ماسكة الترابزين بتخبط على الباب. فتح لها، بصيت له، بصلها. خدك على المحور وداك الدائري. عضك ايه اللي حصل؟ ما لقيتوش. ليمونادة يا شربات. يلا امسك يالا الوقت اللي فوق ده. مصر كلها. استنى عندك. بقول لك ايه؟ هلففكوا ورايا الكره الارضيه كلها ومحدش هيلحقني. ولا كان في واحد ماشي كده وماشي كده مسكوه. تمسكوا مين يا بت؟ ده انا جريكوا ورايا ليوم القيامه وبرده محدش يلحقني. ليه الجن ولا ايه؟ نعم؟ جن ولا اوعى ولا؟ ايه ده؟ اوعى ده الليله ايه؟ ولا اوعى. سفله سفله سفله. استعداد للانحراف غير عادي. انا بقول لك اهو اجن من الجن يا بت. ايه المقطع اللي انت لابسه ده؟ وايه المفتح اللي انت لابساه ده؟ عشان افتح للي زيك. وانا عشان اقطع للي زيك. اوعى. حلو صح؟ ممكن اعرف كنت بتجري ليه؟ ممكن اعرف انتوا بتجري ورايا ليه؟ احنا مش بنجري وراك. خلاص اسالوني بالادب هرد بالادب. سين سنسول. مين جواب؟ جواب. مش لما تتنقلي تسالي؟ ايوه ايوه. ده سؤال في اللغه الجديده ولا ايه؟ ايوه. انت حلاها ظلبطه. لا تعبيرا عن اللي جواها فراغ، فشل في النضال، لا شيء في المحتوى الجمجمي. مش عارف سفله. انا قلت ما انا عارف. انا مرقص بلا ماضي ملوث خارجه من النيابه من ثلث ساعه. انا عارف. انا بقول لك ايه بالنسبه لايه؟ مش عارفه. يا واد انت يا ولا يا واد مش كنكه بن واقفه قدامي. بصي مش معقول. يا ليلتنا على الريحه ان شاء الله يا ولا. احتمال يعني يكون حصل لينك كده لينك كده. طب كان ايه لزوم الجري والفرهده من الاول يا ولا؟ اتراكتف مثلا في ايه يعني؟ ايه خليكي في حالك يا زباله انت لما حد اندهلك. مش ناقصة وجع بطن. يلا ايوه بس يعني ايه يا ولد؟ خليكي في حالك يا لحوح. انت بعيد. يلا مش ناقصة اعرف.
يعني ايوه يعني اه والله. يلا يا ست انت بالشبشب الاكبر منك اللي انت لابساه ده، يلا يلا مش عايز وجع قلب. ايوه بس يعني اه والله يا جماعه، حد يشوف كره الدم الحمراء دي واقعه من مين؟ مش عايزين خايله، دي حاجه عجيبه جدا. ايوه يعني اه يا ولد. معلش روح لها. الجمره الزفت الجرثوميه دي واقعه من انهي جواب؟ دي في ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني ايه اللي انت بتقوله يعني؟ مضطر افهمك. معلش عن اذنك يا انسه مج، ورجع لك. اوعى ليلتنا اوعى صباح النسكافيه يا خبر السويد. نعم عايزه ايه؟ يعني ايه يا ولا؟ اتراكتف؟ ايه؟ بلا فخر يا مادموزيل، يعني جذاب. جذاب وفرحان قوي. ما تعرفش ان الجذاب بيروح النار؟ هو الجذاب بقى يروح النار يا انسه تلقيمه اليومين دول ولا ايه حضرتك؟ في ايه جذاب؟ طب ليه؟ يعني ايه المشكله يعني؟ وبعدين ايه مشكلتك انت يعني؟ الناس الامامير تعمل ايه؟ حسين فهمي والناس الحلوه دي تعمل ايه؟ جذابين يتحدفوا في جهنم. ده ايه الجرأه اللي نازله عليكي دي؟ وبعدين ما قلتليش عليها يا اختي انت عماله تعلميني. لا اوعى معلش انا اللي عملاني يا اختي. ما قلتليش عليها. لا عماله بقول لك مش عايز دوشه. اهدي نزلني. نعم يا اختي نزلني. خلي احمد حلمي ينزلك يا قطه. يلا نزلني. ليه؟ بغير من بطاطي. يا نهار اسود، بغير من بطاطي يا اللي بتضحك عليها يا بت. مش قلت لك فوق بغير من بطاطي؟ فوق بغير من بطاطي وانا بغير من تحت تحت بطاطي. يا سافل القديم انت، يا قديم انت. اللي اقول لي يا ولد، لو انت مدرب الرقص الجديد باين عليا صح؟ ايوه. شوف الواد وسطه سايب ازاي. خد معلمك حركه. امشي قص. خلاص يبقى تخليكي في حالك. بس خليكي في حالك. انت مالك بيها؟ انا بفهمها حضرتك. انت هترقصها؟ انت هترقصني انا؟ ما انا حضرتك بفهمها. ايه رقصه؟ لا اني رقصه. ايوه حضرتك انا لسه عايز افهم. انت مالك بيها؟ انا عايز افهمها. هي رقصه؟ لا اني رقصه. ايوه ما عندكيش شويه بايرسول ونخلص منها وايه؟ مش معقول كده. انت مالك بيها؟ انا بفهمها حضرتك. كل شويه يروح ليه؟ يخرب بيتك. ده ايه؟ اهدي حضرتك انا عايز افهم. كل شويه تروح ليه؟ اهدي. طب اعمل ايه في السحليه اللي لسه مولوده دي دلوقتي؟ انا مش عارف الجرأه دي جايبها. ايه يعني رقاصه مثلا؟ مثلا رقاصه حضرتك انا يعني رقاصه؟ ايوه ده انت كبيرك سجاط. رقصت ايه؟ ما تتكلمي على قدك. انت مالك بيه؟ انت يا مادموزيل من فضلك بقى احترم نفسك. انا غلطت في ايه؟ بقول لها يا مادموزيل ولا كلمه. وصلت الشتيمه كمان ولا ايه؟ يا مس من فضل حضرتك بتشتم يا ولا؟ لا واخدين على بعض ولا ايه؟ انا بقول لك يا مس انا ما غلطت. الله يا جزمه. ايوه طب انا اعمل ايه حضرتك يا انسه على الريحه؟ اعمل ايه انا؟ اهدي حضرتك انا عايز افهمها ان هي يعني انا داخل عشان اتكلم معاكي. ايوه اتكلمنا خلاص. بتروح ليه؟ لا تحس ان بقها في غيرها الكلام بيلزق بعد عنك. بتروح ليها؟ لا قوليها تاني كده. اه قوليها تاني كده. هلا الترجيع اللي انت قلتيه ده من شويه حضرتك. لا انا مش عايزه استفرخ دلوقتي. لا انت عارفه حضرتك انا ما انكرش بجد انها اثرت فيا. يعني حصل عارفه التاتش اللي بيحصل بين اي بني ادم وكلب؟ عارفه حصل ساعات كده. عارفه فيه بيبقى بين البني ادم والحيوان ساعات بيبقى فيه لينك كده. اسمحي لي حضرتك اعترف لك بسر في منتهى الخطوره. احتمال اكون اول ما دخلت فعلا اتشديت ل انسه نص سوا دي. بس لما ركزت شويه حضرتك بجد انت فرقتي معايا. يعني انا شفت كتير، انا شفت جميلات جميلات العالم اول مره اشوف كده. فحصل ان المشاعر اتحركت فالقلب دق. وانت لو حطيت ايديك على قلبي هتسمعي قلبي يعمل دوم تم تك تك دوم تك تك حبيب حياتي ما يعني عارفه. في فيديو كليب شغال جوه في المشاعر. فحضرتك جربي تحطي ايدك على قلبي وانت ما ايه عادي. إيه اولا ده مش قلبي، ثانيا ميه مش سقه هعرق ايه كركديه خلاص غير احراج. مش لازم فضايح يعني. مش ممكن حاجه عجيبه جدا. بصي حضرتك انا هحاول اوضح لك المعلومه. ايوه انا مشاعري اتحركت تجاهك. ايوه واتمنى ان اكمل نص ديني وتكملي معايا المسيره في حياتي السياسيه اللي انا ماشي فيها. ايوه انا اتاثرت بيكي جدا. يعني حاسه بيا انت ولا؟
ايوه انا بقول لك كلام حلو، ما بقولكيش تعالي نكسر شقه يعني. ما في ايه؟ ايوه والله انا شفت اجمل جميلات العالم. ايوه لكن اول مره اشوف الزباله دي مجتمعه في فرد واحد. لا ده كتير علي، ده كتير والله. لا يا ولد كتير. يعني حضرتك مبسوطه من اللي انا بقوله؟ ايوه. انت شيء حقير، انت بكتيريا. لا انت فيروس. لا انت فرده باتا شمال معفنه مرميه في خرابه ملعوب بيها 600 ماتش على الاسفلت. انا كده هتغر والله العظيم. لا تغر. لا ولا لا ده كتير والله. حضرتك ايوه اوكي اسمحي لي اتكلم معاكي بصراحه اكتر. ايوه حضرتك انا لفيت العالم كله. ايوه اللي كل يوم ياكل حاجه حلوه حاجه حلوه نفسه بتجزع عارفه. إيه؟ يبقى نفسه ياكل كرتون ورق زباله اي قرف يقف جنبه. يعني انت يعني اكتر حاجه مقرفه شفتها في حياتي. ما تكسفنيش يا ولد. عارفه حضرتك الناس والله ولا ما تكسفني. ده انا خارج دلوقتي اتزغرتي من الفرحه. ايوه عارفه حضرتك الناس اللي كل يوم تقول لك انا بفطر لبن نص دسم عشان معدتي وخلي من دسم او اخد زبدو على الفطار. زبدو يعني مش انا غلط زب اه ما انت اخرك الجله طبعا تعرفي الحاجات دي منين. ايوه انا اعرف الجله يعني بلمها. اما هي همبرجر بالنسبه لك طبعا لازم تلميها. ايوه شغلتي يا ولد بلمها. فخوره بشغلتك قوي. أيوة. يعني شغلانه تشرف قوي يعني. ايوه حضرتك انا افهمها الزبادو ازاي يا انسه بس عندك تلفزيون؟ ايوه بتشوفي اعلانات. امال ايه؟ عارفه حضرتك البنت اللي بتطلع مشاعر طويل وتبرق دي اللي تقول لك زبادي زبادي. ايوه مش البنت دي اللي بتعمل حاجات دي؟ ايوه وكانت خيلانه بعد عنك زبادي زبادي. وجي لي كلها على قد سني. على قد سنك مش على قد سن اللي جابونا مش غصب هو يعني. مش معقول يعني ده كتير قوي اللي بيحصل. التمثيل رحمنا يا ست من الحنفيه اللي كانت بتنزل لك منها والبوتاجاز والفرن. الاعلانات اليومين دول بصراحه بقت يا انسه بتلم. الاعلانات بتلم؟ ايوه على اساس ان البيت. طب بالنسبه لل انا بستحمى وبمرش جسمي بلوكس. ها البلد كلها بتقولها لوكس عادي بس تقول لك لوكس ليه؟ اصل متعلمه بره القاهره. فين؟ في البدرشين قريبه مش بعيده يعني محطتين من الجيزه. عجيبه جدا. انت عارف اللي هو حاجه ساعه بيبس بيبس يرحمه وينط من شلال ويمشي مع زرافه هيركليز يا ولا. الحمد لله ايام معدت. المهم ان انت فهمتيني. انا فاهمك من الاول. حاسه بيا؟ امال الواحد لما كل يوم يفطر نص دسم بيزهق بيبقى نفسه يقعد في الزريبه نفسها. إيه؟ فما بالك لو 80 جاموسه واقفه جنبه. ايوه انا طازه. انت فهمتيني نخلع من هنا انا وانت بقى. ايوه ونروح والله وانت ابن حلال والله. نعيش حياتنا. بس انت لو ما شلتش ايديك انا هطلع مصارينك الفها حوالين مناخيرك تدلدل من عينيك. ده مجدي يعقوب ما يعرفش يعمل العمليه دي. اني اعرف. لا اتكلمي على قدك حضرتك عشان بصي انت مالكيش ديه. ها يعني مالكيش ديه. اوكي شبشب 44 على دماغك طار الراس بتاع النمله. عارفه الجو ده؟ لا صرصار ولا صرصار بعضلات تكت. شوفي العود والعود من فضلك. ما العود وعودك يا ولد. شوفي حضرتك السايز والسايز حضرتك. شوفي انا يعني ازاز ده انت لابسه دور في رجلك. بقول لك ايه دور. خليكي في حالك حضرتك عشان تبقى ليلتك هتبقى سودا. شوفي عودك وعودي. مال عودك يا ولد؟ فاكر نفسك انا رمز ولا ده؟ مال عودك ده؟ عني رمز استثناء في كائنات تانية عايشة معاه فوق. هو ما يعرفش اللي بيحصل في الكرة الأرضية ما عندوش فكرة خالص. أمال لا شوف عودك وعدي 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 وعدي. لا لغاية العود وبلاش تريقة. لغاية العود وتكر وانت بتتكلمي بقى. تكتك ايه ده؟ تكتك ايه؟ لا خدي بالك وانت بتتكلمي. اسم الله على العود بقى. اهمال العود بقى. اسم الله اللي تقع من على السرير تاخد تلت ساعة لما توصل لأول جزمة على الأرض. في ايه؟ لا بتفسح في النص ولا بروح فين يا؟ شبطانة في أي ملاية تقابليها. خليكي في حالك. لا أنا في حالي. امبارح يا أنسة كانت بتحط قطرة قالت أنا كده استحميت وتلفت بكلينكس واتخمدت. مش عايز دوشة. لا يعني. مش عايز دوشة. أنا مش بعمل. همد إيدي عليك. همد إيدي عليكي. هضربك يا ولد. همد إيدي. لا اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا ولد. شوف العنف اتكلمي على قدك بقى. هضربك يا ولد. آه اسود على قدك. احترم نفسك يا ولد عشان هضربك. ما تتكلمي على قدك. أنت يعني اللي هترقصني؟ اللي خلاني رقصت مباحث العالم كله مش هعرف أرقصك. ايزي يا شربات. ايه ده؟ انت عرفت اسمي منين يا ولد؟ بعد نظر يا بنت بعد نظر. وان عشقنا فعذرنا ان في وجهنا نظر. ايه ده ايه ده وبتغني كمان؟ وبعزف كمان. آه. ايوه يعني قلت ايه؟ بعزف كمان. قلت ايه؟ جتار ربابي. لا رمامي ومش عايز غباوه. انا خلقي ضيق. هات واحد مقاسك يا ولد. معلش معلش. رحمتك. طب انا اعمل ايه حضرتك يا انسه تنوى؟ ينفع الكلام ده حضرتك؟ انت اسمك ايه؟
اسمي ايه؟ ايه؟ اسمي مفتاح، وهتتريق ايميلي سماك كده يا قفل ويا ترباس، وماما اسمها كالون، وابوك السقا مات، ما كنتش بروح الحضانه من تحت راس الجمله دي. عايزه ايه بقى؟ انا ما كملتش تعليم. لا انا كنت هقول لك حاجه تانيه. ايه جديد نازل السوق؟ يحبسك في ميداليا. اوعى. حلو يا بنت حلو. ممكن نعرف ايه حكايتك بالظبط؟ بص يا ست، ايه اللي جابك هنا؟ هو ده السؤال اللي نفسي اتساله من ساعه ما دخلت المكان ده. حكايتي يا أليسات تتلخص في أربع جمل. مسافر بقالي سنين، بناضل، أكافح، بعمل شغل سياسي على مستوى العالم. ليا صديق عمري ما شفتوش من يوم ما سبنا بعض وسافرت. رجعت من السفر 48 ساعة بالعدد عشان أشوفه، مش عارف عنوانه فين. بفتح الجورنال بالصدفة الصبح لقيت صورته في صفحة السينما، هيبقى واحد من ألمع نجوم التمثيل في العالم العربي. خدت العنوان وجيت على هنا عشان أسلم عليه، وهتشوفوا صاحبي هيقابلني إزاي. صاحبك مين؟ صاحب مين وعايشين؟ في حد في العالم العربي ما يعرفش النجم اللامع عادل رأفت؟ ايه اللي حصل؟ صيعة. عادل رأفت؟ ليه يا عادل؟ ليه يا عادل؟ عملها الندل؟ ليه؟ ليه؟ ما الجينات الطويلة دي ما تلاقيهاش في أي حتة. ما هو الاتنين بيمشوا ياكلوا شجر اتقابلوا فوق، فخلاص. ماسكة بطنها البنت، ماسكة بطنها. ألف سلام. بطنها هي حضرتك مش بطن أنا. أيوه. خلاص خلاص حمد ربنا إني جيت في الوقت اللي اتكسر يتدغدغ، مش هنقعد نصلح لسه. خلاص خلاص خلاص. هو أذاك يا بنتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو رحت للدكتور؟ لا حول ولا قوة. قال لك إيه؟ أنت أنت بتستعبط يا بنت، أدخل واحدة أخرج اتنين؟ هتقولي عادل رأفت. ماله مال الجحش اللي لسه مولود ورايا ده يا ربي؟ ليه عادل تبوظ السلالة الطويلة بماينس تو حقيرة تحت الأرض؟ حول الله يا رب. طب حضرتك أنا أفهم إيه؟ دي ماسكة كلها، أنا أفهم إيه دلوقتي؟ يا أنسة، يا شيتا، هو عارف يأذيكي؟ رحت الحيوان يعالجك؟ أيوه. وقال لك إيه؟ أنت لا أنتوا بتستعبطوا، أنتوا الجوز، هتقولي عادل رأفت حالا لالطم على وشي. ده هو أذاك؟ رحت الدايه؟ قالت لك ايه الدايه؟ الدايه قالت لي ابوس رجليك وهاتولي عادي. اهدى بس يا اهدى. ايه؟ مش هتنفع. ايه اللي مش هتنفع؟ شربات مش هتنفع تبقى باكينات. هتنفع. دي بنت طاقة وطبق طابور. يعني ايه طبق طابور؟ يعني الصورة تبقى القصر الباكينام. انت كل ما تشوف واحدة عايز تعملها باكينام. دي بالذات لازم تبقى باكينام. فكرتني، واحد صاحبنا اشتري فيلا عشان صاحبتنا باكينام. طبعا. كان لازم اشتري الفيلا عشان خاطر باكينام. باكينام دي أكتر حب حبيته في حياتي. ما أقدرش أنساها أبدا. حبيتها. حبيتها من كل قلبي. ما اقدرش انساها ابدا. ياما كنت اقف بعيد وهي قاعده على الكرسي ده واتوه في عينيها. وحشتني قوي. وكانت بتقعد على الكرسي اللي هناك ده كمان. كانت تقعد هنا وتقرا احلى قصص الحب، وكنت اسمعها واتوه فيها وفي عينيها. وحشتني 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 قوي. كل حته فيها بتفكرني بباكينام، كل حته في الفيلا بتفكرني بيها. كانت بتمشي هنا وبتمشي هنا وتدخل من هنا وتخرج من هنا وتنزل من على السلم ده. ازاي انساها؟ كان لازم اشتري الفيلا. كنت قاعده على كرسيها اقول لها عصيرك جاهز يا هانا. اهو الواد عزب شغال، والان المفاجاه الكبرى. باكينام تقبلي تتجوزيني؟ انت مين انت؟ ابن مين انت؟ اسمو عليك انا؟ عشان كده اشتريت الفيلا، وكان لازم اشتريها واخد طاري من الزمن واشتريتها. مش هتنفع. هتنفع. اسمع كلامي. بقول لك هتنفع. مش هتنفع. وانت كنت تنفعي ايه؟ بس انا هفضحك قدام كل الناس. بس البنت دي يا حضرات بس كانت بتبيع كلينكس في اشارات المرور. انا كنت ببيع كلينكس؟ يعني ايه كلينكس؟ مش عارفه يعني ايه كلينكس؟ نسيت ايام زمان تمشي بالعلب بين العربيات. علبه يا بيه، علبه يا هانم، دفعني بجنيه يا بيه عشان خاطري يا بيه. كنت اشوفها وهي جايه عليا كنت اقفل ازاز العربيه بسرعه، كانت تيجي تلزق على الازاز.
وتريل على الازاز. كنت طبعا بضطر اشتري منها، وكانت تبيع الكلينكس وهي لابسه بنطلون بيجامه رجالي لحد هنا. ايه ده كان بتاع خالي. ما هو ده اللي لفت نظري. ايه البنطلون؟ لا الفطيره اللي كانت على البنطلون. ده راي عمر. اهو عمر طلع اهو. ده من قاعدة على الرصيف بنسعى لاكل عيش احسن من السرقه والتهجيس. انا سرقه والتهجيس؟ تعالي هنا. لا تعالي هنا. لا انت عايزه تعذبي زي زمان. بس انزلي. انا مين يا بت؟ عذب شديد. انا مين؟ عذب شديد. انزلي. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. انزلي. انا مين يا بت؟ بو 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 تحت. انزلي. ها انا مين؟ عذب شديد. عذب شديد. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. قولي لهم انا مين؟ عذب كلينكس. بت انا عذب شديد، وكل العيال اللي بتتنطط هنا دي اخبارها كلها عندي، وكله متسجل هنا. تيتا خطي العتبه. ايه اللعبه اللي خديها يا جماعه؟ حد يشيل السيسي اللي صاحبني ده عشان انا مناضل. ايه الصوت ده؟ وثوري وعيب. انا لما قلت عايز عادل رأفت لازم تسألوا انا مين. مفتاح. مفتاح. مفتاح في الحضن يا ابن فريال. وانت كل اللي بتشوفي خلايا تقولي مش هتنفع. مش هتنفع. لا هتنفع، بس هتنفع في حاله واحده بس. انك تعملي اللي قلت لك عليه. ظبطيها؟ ظبطتها. لبستيها؟ لبستها. انتكتيها؟ ايوه. اوكي دخليها. انت اللي جبته لنفسك. يعني ايه؟ انت اللي جبته لنفسك. انت ناوي على ايه؟ ادخلي على شربات. يعني ايه دي؟ ما تستهبليش. زيزي يا زيزي. دستور. نعم؟ دستور. دستورك معاكي. هي هي بالظبط. هي هي. بقولك ايه؟ ايوه. لا 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 لفي. الف لا. علشان عايز اتفرج. لا لا هواني فرجه ولا بتقولي الف عشان يا راجلين؟ هي هي بالظبط. هي باكينام. باكينام. مين ده اللي بتنام؟ لا مش ايه الحلاوة دي؟ ايوه الست زيزي جابتها لي. ايه الشياكة دي؟ ايوه الست زيزي جابتها لي. ايه الجمال ده؟ الست زيزي جابتها لي. جابتها لي جابتها لي. دي حاجة عظيمة. ايوه. منتهى الشياكة. ان شاء الله يخليك يا باه. بس عايز اسألك سؤال يا شربات. ايوه. ايه ده؟ دي تمسك مني بتراس. تمسك منك بتراسك؟ ايوه يا باه. مش لايق يا شربات. مش حلو يا باه. مش قوي يعني. يعني هشيله. يا ريت. بس انا يعني لو شعري حايش ولا حاجه. لا 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 حلو 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 جميل. بس تعالي قولي لي ايه ده؟ مين كان بيلعب كوره هنا؟ كنت هقع. قولي لي. ايوه يا باه. رحت لزيزي؟ ايوه الست زيزي قالت لي. اطلع عشان اقول لك النشيه بتاع. تقولي لي ايه؟ النشيه. النشيه؟ ايوه يا باه. اسمه النشيه؟ ايوه النشيه. لا 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 اسمه النشيد. ايوه النشيه. اقوله ولا غر؟ لا قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا لا قولي. انا حيرانه اقوله ولا غر؟ لا 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 قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا قولي. يعني بقول افكر معاك كده اقوله ولا غر؟ قولي. ايوه يا بني هقول. كويس. ولا غر؟ لا قولي يا شربات. ايوه يا باه. بس انا لازم ادخل فرقتي يا باه. انت معاكي فرقه؟ ايوه امال ايه؟ بتتكلمي جد؟ ايوه يا باه. طب اوكي دخلي الفرقه. طب دور وشك. ليه هم هيقلعوا؟ لا يا باه دور وشك يا باه. عشان ايه؟ عشان اعمل لك فجأة. تعمليني فجأة؟
واخرعك. وتخرعيني؟ ايوه يا باه. لا اعملي فجأة بس. طب دور وشك يا باه. حاضر. ياض يا نخلة. ايوه. خش يا ولد. حاضر. ازيك يا ست؟ ازيك يا نخلة؟ عامل ايه يا ولد؟ مخنوقة يا ست. لا ولد. انت نخلة؟ ايوه. ربنا يطرح فيك البركة. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك يا نخلة. ربنا يخليك يا باشا. انت منور والله. ربنا يخليك حضرتك اللي منور يا بيه. ايه؟ مالك يا نخلة؟ اصل انا متضايق يا بيه وعندي مأساة. متضايق وعندك مأساة؟ اه. ايه المأساة اللي عندك؟ اصل انا امي ماتت ليلة دخلتها. امك ماتت ليلة دخلتها؟ اه. امال انت جيت ازاي؟ جيت في تاكس. لا يا باه ده يستهبل ده؟ هي دي فرقتك؟ لا يا باه يشرفه. ماشي. دور وشك يا باه. تاني؟ فرقتي يا باه. ايه ده انت عامله بقى حاجه جامده. ايوه امال ايه؟ يا ولا. النبي يا باه. اه مدور. ياض يا برطم خش يا ولا. مين برطم ده؟ يا مشرفني يا مشرفني يا ولا. مايسترو. اوه نو. شياكه شياكه. حلو قوي المخده اللي انت حاططها دي. يعني ساعات تعمل كده وتقوم نايم عليها شويه. ايوه ماشي. دور وشك يا باه. لسه في فرق؟ ايوه فاجئتي يعني. انت عندك فجأة بقى؟ ايوه انا فاجئتي. تتكلمي جد؟ ايوه يا باه. حاضر انا ادور انا. ايوه يا باه دور وشك يا باه. انت مالك مستغلساني كده؟ العفو يا باه العفو يا باه. بس انا قبل ما ادور وشي عايز اقول لك على حاجه حلوه بقى. ايوه يا باه. ايه الفستان الجميل ده وايه ده؟ بروبرو. بروبرو. ايوه يا باه بروبرو. طيب وايه اللي على عينيكي ده كمان؟ بروبرو. كله بروبرو بروبرو. ايوه امال ايه يا باه؟ دي حاجه حلوه خالص. دور وشك يا باه. حاضر حاضر. والنبي فاجئتي. اه انا مستني فاجئتي. والله. لا مش هبص. يعني لو بصيت للفجئه هبص. لا لا انا معقوله يعني مش هبص للفجئه. ما بصهاش يعني. انا عايز اخرعك. ايه الفجأة دي؟ دي فجأة هايلة، فجأة عظيمة. ايوه بس انا لسه ما قلتش النشاه. دور وشك عشان اعمل فجأة واقول النشاه. انت مالك بتسخفيني كده؟ يعني انا يعني انا المفروض بشجعك يعني. ده انت سيدنا يا باه. الله يخليك. لا العفو ما تقوليش كده. ايوه دور وشك يا باه. طيب وخلصنا يعني. لا لا العفو يا اجري يلا. يلا يا باه انا اسفه يا باه. انا بيعجبنك على طبيعتك يعني. ايوه يا باه امال ايه انا همثل عليك. لا يعني. لا معقول. ايوه امال ايه. حاضر اهو. يسعيدك يسعيدك بس على وايه دي بقى ان شاء الله؟ ايه دي؟ دي الاستعباط بتاعك. الاستعباط بتاعك؟ وقفتني ليه؟ ها؟ وقفتني ليه؟ اني لسه ما خلصتش النشيد. بتوقفني ليه؟ بتظلمني يا ظالم؟ بتكبتني وتبطني كده اهو؟ ابطك؟ وقفتني لا واني لسه ما خلصتش النشاه. لا لا اله الا الله يا اخ. هو النشاه ايوه بتوقفني لا يا خلص 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 النشاه بتوقفني لا حصل له النشاه يعني اطموصه كده وانت موقفه. هو النشاه لسه ما خلص ما خلصش النشاه. هو اسمه النشاه ولا النشاه؟ ايا كان يعني ما خلصش. طب انا اسف اني قطعتك. تقبلته. تقبلته؟ ايوه انت بتوصني لا. هو مين اللي بيشتغل عند التاني؟
خلاص انا ما كنتش اعرف ان النشيه لسه ما خلص. ما خلصش. طب يا اختي كمل النشاه، احنا اسفين. تقبلناه. يلا يا سيدي في تكملة النشاه. يلا لسه كتير يعني؟ انا اسف انا اسف. يلا يلا النشيه، واحد اثنين هب. يسعدك يسعدك. انت بتخرعيني بقهدي. انت مش قلت في تكمله للنشيه؟ ايوه يا باب. انت قلت اتنين يسعدك. هما 16 يسعدك. لا بجد؟ واني زودت عليهم حته واني طالع على السلم. يا ما شاء الله. يعني وانت طالع على السلم كده لقيتي في حته جت في خيالك تقوليها؟ ايوه. يا ولا. ايوه يا باب. يعني ده معناه انك بتألفي؟ ايوه بليف. بليف؟ ايوه. اسمها بليف؟ ايوه يا باشا. اسمها بألف؟ ايوه بليف. ايوه يا باشا. قولي ايوه ايوه. اسمها بألف مش بليف. ايوه بليف. ايوه. ماشي ماشي. إيوة. يعني انت دلوقتي هتسمعينا الحته الزياده اللي هتليفيها وانت طالعه السلم. ايوه يا باشا. اوكي نسمعها. طب دور مش عايز فاجئ.